حياكم الله اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم حكي عراقي. تقدرون تشوفون كل حلقاتنا على المواقع اللي تطلع دائما في اسفل الشاشه وعلى موقعنا الخاص www.صوتالمستقبل.com. احنا بصوره عامه يعني خاف مشاكلنا قليله الاقتصاديه، بين الحين والاخر تصير اكو مشاكل جديده ومستجده، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وشفنا الاسبوع الماضي وصل 128,000. يعني حتى نتكلم على هذا الموضوع وعلى اسبابه، يعني بالاستوديو الخبير الاقتصادي الاستاذ صالح الهماش. اهلا وسهلا بك استاذ. اهلا وسهلا دكتور، حياك الله. الله يخليك استاذ. الله يخليك استاذ. اليوم الدولار ليش دي صعد؟ يعني ايش هذا الصعود المفاجئ؟ العالم قاعد تخسر. يعني اليوم العراقي يعيش ازمه حقيقيه زين. وما زالت لحد هذه اللحظه لم تعترف لا الحكومه ولا الدوله العراقيه بكل مؤسساتها، سواء كانت الحكومه او البرلمان، يعني كلهم يتحملون المسؤوليه. لا يعترفون باس المشكله الموجوده في العراق اللي هي وهي الفكر المالي اللي تعمل بالعراق. واحنا اكثر من مره يمكن في برنامج قلنا احنا ما نمتلك اقتصاد، نمتلك ماليه. فلهذا ما يستطيعون ان يضعون قوانين خاصه تنظم الماليه العراقيه، لذلك هناك فوضى في عمليه التعامل. هذه من ناحيه الاساس المشكله. لكن المشاكل اللي تطرأ يعني باستمرار على العراق هي اولا انه اليوم العراق دي يعاني من مشكله قله الايرادات. قله الايرادات تؤدي الى قله ضخ العمله الدولار، يعني نتعامل رسميا بالدولار. صح البنك المركزي يمتلك مجموعه من العملات، لكن تشكل الدولار حوالي 97% من خزينه المالي، واكو عملات اليورو وكل ين وكل يعني كثير من العملات موجوده، لكن 97% 98% هي الدولار. وهذا حتى تحافظ الدوله تبدا عمليه ضخ هذه العمله للسوق حتى تحافظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي. لكن في الاونه الاخيره الدوله العراقيه لم تمتلك الماليه الكافيه لضخ الكميات الكبيره، فادى الى اختلال بالعرض والطلب داخل السوق العملة بالعراق، فأدى الارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي. وهذا التراجع يؤثر بشكل سلبي على واقع السلع والخدمات. أغلب السلع ارتفعت، خاصة إحنا بالعراق أغلب الأحيان نتعامل 50% وليس 100%. 50% بالدولار و 50% بالدينار العراقي. يعني أنت بتشتري سلع يقول لك 50 ورقة 100 ورقة. دائما تروح تشتري حتى تلفزيون يقول لك بورقتين 3 أوراق، تليفونات سيارات أغلب الأشياء. يعني تبقى يمكن فقط السلع الغذائية البسيطة، الكيلو والكيلو وين، هذه الأشياء اللي سعرها 10,000 20,000 نتعامل بها. لكن من زيد سعر الحاجة عن 150,000 دينار إلى 200,000 دينار دائما يصير 50% أو 70% تعامل بالورق. لذلك يحتاج العراق، يحتاج كمية كبيرة من الدولار بالعراق حتى تتم عملية البيع والتبادل التجاري. هذه الكمية الكبيرة هو خطأ حكومة، كان المفروض الحكومة العراقية تحصر التعامل بالدينار العراقي حتى تحافظ على هذا الشيء. في أغلب دول العالم يعني التعامل دائما بالعملة المحلية، لكن بالعراق التعامل بالعملتين المحلية والدولار على وجه التحديد. أي عملية شراء بيت تشتري يقول لك 20 دفتر 15 دفتر دائما بهالطريقة التعامل مالنا، ويسلمون أيضا دولار يعني لسهولة النقل، سهولة الحمل. قبل 2003 كان اكو تعامل بالدولار بالاسواق المحلية، كان على مستوى التجارة الكبيرة فقط. يعني ما كان على مستوى يعني ما كنت تلفزيون وثلاجة ويعني هالاشياء البسيطة الكهربائية المنزلية اللي يزيد سعرها 100 دولار فما فوق. كان تعامل يعني على مستوى التجارة الخارجية. والان هسه كأنما هي عملة محلية صارت الدولار. يعني ربما لولا الرسوم الدولة ولولا عدم وجود يعني او عدم تعامل، وليس عدم وجود، العراق ما يتعاملون بأجزاء المئة دولار. صح. يعني ما يتعاملون بالخمسين دولار والعشر دولارات. في دول العالم يتعاملون، في لبنان مثلا يتعاملون حتى بالدولار. صح. لكن بالعراق ما يتعاملون، ينظرون فقط الورقة، ولهذا تسمى الورقة. يعني تسمى بالمصطلح العام أقل عاملة. زين اليوم صارت 128 بيوم واحد، يعني صعدت 8,000 دينار الورقة. نعم تقريبا. هذا التصعود يعني هل هو من التجار؟ يعني لو هو صار لكم مشكله عندنا بالبنك وصار صعد السعر، اكو مشكلتين، مشكله بالحكومه البنك المركزي، والمشكله الثانيه بالضجه. دائما الضجه تؤدي الى زياده الطلب. صح. يعني اغلب الناس يعني انا اعرف اشخاص يعني يخصوني اخويا ابن عمي صديقي راحوا اشتروا حولوا العمله الى دولار، توقعوا الزياده. هذا الطلب المفاجئ ادى الى ارتفاع بهذا بالسعر الى 28 وصل الى 29 129، ثم انخفض الى 24 والان ارتفع الى 26 25 ونص. اليوم ايش قد هو اليوم؟ 25 ونص 25. فما زال الطلب. هذا القلق الموجود كان المفروض الدوله لها يعني
أساليبها وخططها لطمئن المواطنين أن سعر الدولار سيبقى مستقر حتى لا تبدأ عملية التخزين وعملية الاكتناز. إحنا رجعنا الاكتناز نوعين عندنا بالعراق، اكتناز بالعملة المحلية واكتناز بالدولار. تصور التوقعات يعني لتقديرات يقال أنه أكثر من 50 مليار دولار هي منتشرة في الأسواق العراقية بالبيوت. يعني 50 مليار دولار مبلغ ضخم جدا. هاي بوقتها أطلق عليها السيد عادل عبد المهدي سماها الأموال السائبة. يعني كان تعبيره بهالصيغة، احنا نسميها الأموال المكتنزة، النظرية الاقتصادية نسميها الأموال المكتنزة، يعني إنسان يكتنزها في بيته صح. لكن إذا وضعها بالمصارف أو بالمؤسسات المالية تسمى الادخار. بس ميزانية الدول بالتأكيد هذا التعامل الموجود، لأنه تصور 40 مليون مواطن عراقي، يعني تبادل تجاري يصل إلى حوالي 40 مليار دولار سنويا، تعاملات محلية هذه 50% منها 60% هي تعاملها بالدولار. زين، اليوم احنا ممكن نوصل لمرحلة مثل لبنان ومثل تركيا ومثل إيران حتى عملتهم صارت متدنية جدا مقابل الدولار؟ يعني أنا ما أريد الشائم، يعني ولا أريد أزرع التشاؤم بقلب المستمعين مشاهديكم والمستمعين والشعب العراقي، أن الله قادر على كل شيء. لكن على وضع هذه السياسة وعلى هذا الوضع، يعني يعني عام 21 عام 22 عام صعب جدا. يعني وخطأ أصعب بعد من 20 يعني؟ لا، 20 أمام ربيع، يعني هذا حقيقة. لكن إذا وضعت الحكومة، يعني وهي ليس صعبة، يعني حقيقة هي مجرد يعني بعض القرارات والجدية. تعطيني حلول يعني برأيك إنه بعد إحنا نعبر مرحلة هذه فرق العملة، ويعني ولأن أكو ناس وايد خسروا بهذا الموضوع. يعني الأول حل الحكومة العراقية أن تضع قاعدة بيانات دقيقة وصريحة حتى تتخذ عليها القرارات. اليوم صور الحكومة ما تعرف إيش قد عدد الموظفيها، ما تعرف إيش قد عدد المدارس الموجودة عندها، ما تعرف عدد الأسواق اللي عندها، ما تعرف عدد السيارات. يعني الأرقام متباينة، هذه عدم وجود دقة بالمعلومات يؤدي إلى هذا القرار. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، إذا استطعت الحكومة خلال 4 أشهر أو 5 أشهر العمل بنظام الأتمتة، تستطيع أن تسيطر على جباية الدولة العراقية. وإذا سيطرت على جباية الدولة حتوفر أموال كبيرة جدا، ممكن أن تسد على الأقل 70 إلى 90% من التزاماتها الداخلية على الأقل. يعني ما أتكلم عن التزامات الخارجية، ميزان المدفوعات العراقية، سد التزاماتها الداخلية. إذا سدت التزاماتها الداخلية، التزامات الخارجية من السهل جدا أن تجدولها على إيرادات النفطية إذا انخفضت إذا ارتفعت. هذه يعني الخطة السريعة تتطول حوالي 5 أشهر أو 6 أشهر إذا كانت تكون هناك جدية. وأكو شركات مختصة بهذا الموضوع، يعني يعني ممكن شركات عالمية موجودة بأوروبا وبأمريكا بدول العالم المتقدم، خبراء اقتصاديين لا شركة كاملة، يعني شركة تيجي تضع لك برنامج وتدير لك البرنامج، تضبط لك إيراداتك المنافذ، تضبط لك إيرادات الضرائب. ما عندنا خبراء اقتصاديين وعندنا شركات اقتصادية؟ لكن المشكلة بالعراق يعني الحكومة العراقية لا تتعامل إلا مع القوي، يعني هذه شركات يعني تعرف تدعمها دول، فأي خلل بالتعاقد أثر عليها. في بروتوكول بالتعامل. أحسنت. عندنا مقاولين عراقيين لحد الآن ما يستلمون فلوسهم، ما يستلمون فلوسهم، لأنه الحكومة هي اللي مسيطرة عليهم، عقودها عقود إذعان مع العراقيين بالداخل. صح. لكن مع العقود الخارجية تكون هي تحت الإذعان وليس يعني أخيرا هذه المشكلة، يعني برأيك هي مشكلة مفتعلة مؤقتة أم هي مشكلة حتطول وحتستمر والدولار ما راح يستقر؟ هي مو مسألة مفتعلة، وأنا أعتقد الصراع السياسي الموجود ما بين البرلمان والحكومة اليوم أكو عدم توافق. العراق مراكز قوة، والحكومة العراقية لم تستطع أن تجمع مراكز القوة، وماكو حكومة جمعت مراكز القوة، لكن في ظل الظرف كان المفروض تجمعهم والسيطر عليهم، لكن استخدمت معهم طريقة الرواتب موظفي الدولة، الاقتراض، وكذلك المراكز القوى الأخرى المتمثلة بالبرلمان أو الخارج البرلمان، كتل سياسية تعاملت مع الحكومة على أنها ندية، فهذا التعامل الندي أدى إلى هذا الشيء. فعدم وجود حكمة لا من البرلمان ولا من الحكومة أدى إلى هذا الشيء. وتصريحات البنك المركزي دائما اللي صرحت تأثر بالسوق، قاعد نشوف احنا ويا كل تصريحات من البنك المركزي، واحد من مسؤولين البنك المركزي ده ينزل، يعني راسا نزل بعد ما تكلموا انه ماكو مشكله وماكو هذه، رجع 123. يعني التصريحات يجب ان تتوافق مع الافعال. عفوا، عندما صرح البنك المركزي، مسؤول البنك المركزي، بان العمله الدولار متواجد بكثره، وان البنك ماضي بسياسه البيع ضمن احتياجات السوق العراقيه، لكن بالحقيقه لم تاتي هذه الالتزام هذه التصريحات مع الافعال. كان هناك فجوه، هذه الفجوه لم تستطع ان يغطيها. اضافه لشيء اخر، عمليه تهريب العمله الصعبيه. تصور انت يوميا البنك المركزي يبيع من 170 إلى 200 مليون دولار. هذه المبيعات أغلبها يعني تذهب، ما أقدر أقول يعني أجزم بها، لكن تشوفها
شبهات فساد كبيره جدا. زين، نصيحه توجه للناس يصرفون الدولار لو يبقون فلوسهم عراقي؟ والله انا يعني توقعاتي انه الدولار يعني لا لا انا اكون واقعي وصريح يعني في ظل سياسه الحكومه وفي ظل الوضع السياسي الموجود انا اعتقد الدولار والذهب هو امن ادخار من الدينار العراقي. صح، شاكر تواجدك ويانا استاذ صالح، شكرا جزيلا. الله يخليك، اشكرك وشكرا على الاستضافه. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، مرات الازمه سببها المواطن، يعني مثل ما قال اليوم دكتور صالح، استاذ صالح اليوم مجرد ما يسمعون خبر العمله صعدت او العمله نزلت يروحون راسا للصرافه، وهذا وحده هو يخلق الازمه. نتمنى احنا ان الحكومه تبي تسوي اجراءات سريعه بحيث ما يصير هذا النزول والهبوط المفاجئ اللي بسرعه اللي تاثر اكثر هو المواطن العراقي. وصلت إليكم نهاية حلقتنا لهذا اليوم، انتظروني بالحلقات القادمة، في مال الله.